اليوم ما احكي. خليها بعدين اجل شيء. مو لك احكي فهمني. احكي يما احكي لي ولادي احكي لي انا امك احكي لي. هذا ابني كانت تحتفل بعرسها. ايه على الجزر. ايه هي واهلها واقاربها وكلهم. زين. بعدين سووا لي كمين نفس المكان. صارت مواجهات. ايه واهلها كلهم ماتوا. حس حس اهلها كلهم. ظلت عايشة وحدها طول هالفترة. مسكينة. وأنا بعدين قررت أجيبها هنا. أنا يعني ما عندي شو أسوي، عندي أحس بذنب تجاهها. فقلت بلكي أقدر أعوضها عن اللي صار بيها. مسكينة مسكينة هاي البنت. المهم يوم يوم لما تعرف أنا وطن أبلا أنه أنا آدم، فالله يخليك مشيها هيك بالطريقة هاي. يوم هالبنية عندها سرين. الأول إنه هي مقطوعة من شجرة، الثاني بعدين أبلج عليها. بس الله يخليك. ما أريد تعرف إن أنا وطن. هاي شنو خلصت البيض؟ هلا 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 هلا. بيض مو طيب هو أساسا. نزلين نزلين بقع نزلين. أما شنو رأيكم السكان؟ شو ما ماكلين أكلوا؟ Thank you.